مجلة بيم أرابيا العدد 13، مقالة بعنوان The Benefits of BIM Implementation. هذه مقابلة مع مجلة Construction Site وترجمتها ميم وسام أحمد. انتشرت بسرعة تقنية نمذجة معلومات البناء في المشاريع الإنشائية، وزيادة الطلب على هذه التكنولوجيا أدى بالعديد من المقاولين والهيئات الاستشارية إلى الانتقال السريع في مشاريعهم لاستيفاء متطلباتها. معظم الشركات متعددة الجنسيات تمتلك خبرة دولية في تقنية البيم، رغم أنها في الغالب غير مدعمة إقليمياً أو ذات تنظيم واضح من قبل السلطات المحلية. في اللقاء التالي مع عمر سليم سنكتشف جوانب مختلفة للانتقال لتكنولوجيا البيم. أكد عمر على أن تقنية البيم لم تعد مجرد إضافة، بل هي جزء متكامل من عملية التصميم على مدى واسع. ما هي النواحي الخاصة بتقنية البيم التي تنفذها شركتك حاليا؟ تمثل برامج البيم طفرة غير محدودة لشركتنا. التكنولوجيا المعتمدة على نهايات تقنية عالية تسمح لنا بتقديم مخرجات عالية الجودة، بالإضافة إلى أن البيم يقدم حلول متعددة وسريعة لحل مشاكل التصميم والإنشاء بطريقة أقرب للواقع. كما أن تقنية البيم تسهل من تطبيق المعايير الدولية والمحلية. ما هو برنامج البيم الذي تستخدمه ولماذا اخترته؟ نستخدم في شركتنا برامج متعددة من شركات مختلفة، مثل برامج شركة أوتوديسك لتفعيل تقنية البيم في التنفيذ. فمثلا نستخدم الريفت لعمل النموذج الإنشائي والمعماري والكهروميكانيكال، ونستخدم النفس وركس لتجميع النموذج وحل التعارضات وتحضير الجدول الزمني للإنشاء، ونستخدم كذلك الفزاري والإيكوتكت للفحص والتأكد من عملية الاستدامة. وسبب استخدام هذه البرامج هو سهولة التعامل مع واجهتها ومدى تطورها وانسجامها مع بعضها البعض. ما هي فائدة تقنية البيم في المشاريع التي تؤديها؟ فوائد جمة عند تطبيق هذه التقنية في مشاريعنا. فعلى سبيل المثال، تقلل نسبة الأخطاء والحذف في مرحلة التصميم، تدعم التعاون بين مالك المشروع والشركة المصممة بشكل رائع أثناء عملية التنفيذ، مما يقلل من عملية إعادة العمل على التصاميم. فضلا من ذلك، فلقد لاحظنا مدى تحسن الإنتاجية والتواصل والتحكم في الكفاءة عند استخدام تقنية البيم. كيف تستطيع تقييم مزايا الإنتاج عند استخدام تكنولوجيا البيم؟ إنني أعتقد بشدة في مميزات تقنية البيم عند استخدامها في المشاريع، ولكنها تحتاج إلى وقت كافي منذ بداية تطبيقها على المشاريع كأي تقنية جديدة. ما هو تأثير تقنية البيم على التصميم والهندسة؟ إن أحد أعظم جوانب البيم تقيسها الشركات بتضمين تحسن مخرجات المشروع كمشاكل التناسق في الموقع والتواصل الأفضل بسبب الإظهار ثلاثي الأبعاد والتأثير الإيجابي في كسب مشاريع جديدة. ما هي أكثر العوامل تأثيراً لتطبيق هذه التكنولوجيا بنجاح؟ في اعتقادي الشخصي أنه يجب توفر فريق عمل مؤهل جيداً مع تخطيط مناسب ومعايير تحترم. ما هي المواضيع والاهتمامات التي تواجهك في المشاريع التي تطبق تكنولوجيا البيم في التصميم؟ قبل استخدام أي برنامج جديد يجب تجربته أولاً على مشاريع صغيرة، بشرط أن تشمل معظم البنود المطروحة في المشاريع الكبيرة. بهذه الطريقة نقلل من حجم مخاوفنا. ما هو اعتقادك في مدى المخاطر الناشئة عند تنفيذ تقنية البيم إن وجدت؟ أعتقد أن المخاطرة الوحيدة هي عندما يتم قبول مشروع كبير مع وقت محدد وعدم توفر فريق عمل مدرب كفاية على استخدام البيم. هل انتابتك مخاوف تجاه ملكية النموذج؟ لا، إن ملكية النموذج يجب أن تخص المالك أو العميل، ويجب أن يتم ذلك بوضوح في العقد. ما هي خبرتك فيما يتعلق بتعريف LOD الذي تعتبر قيمته واجبة الأخذ في الاعتبار في مرحلة تصميم النموذج؟ قبل بدء العمل على مشروع ما، يجب علينا توفير مخطط تنفيذ البيم، والذي يجب تقديمه أولاً قبل العقد لتفيد القضايا المقامة، ثم تتوفر تفاصيل أكثر بعد إقرار العقد لشرح منهجية الموردين في توصيل الخامات للمشروع باستخدام البيم. يجب أن يكون هناك اتفاق عام على مستوى التفصيل LOD Level of Details أو Level of Development للموافقة على كل مرحلة. وكمثال، فإنه في المستوى LOD 100 يتم تمثيل عناصر النموذج بيانيا باستخدام رمز أو اعتبارات عامة أخرى، ولكنها لا تكفي متطلبات المستوى LOD 200. كما يجب اشتقاق المعلومات الخاصة بعناصر معينة في النموذج كالتكلفة للقدم المربع وغيرها من عناصر أخرى في نفس النموذج.
وفي المستوى LOD 200 يتم تمثيل العناصر بيانيا كنظام عام للتعرض أو التجميع التقريبي للكميات والمقاس والشكل والموقع والاتجاه، مع العلم بأن المعلومات التي لا يمكن تمثيلها بيانيا يمكننا أيضا إلحاقها بعناصر النموذج. في المستوى LOD 300 يتم تمثيل العناصر بيانيا كنظام خاص ومحدد للتعارض أو التجميع من حيث الكمية والحجم والشكل والموقع والاتجاه، وأيضا يمكننا إلحاق المعلومات غير الممثلة بيانيا بعناصر النموذج. في المستوى LOD 350 يتم تمثيل العناصر بيانيا خلال النموذج كنظام محدد للتعارض أو التجميع من حيث الكمية والحجم والشكل والاتجاه والتداخل مع نظام المباني الأخرى، ويتم إلحاق المعلومات غير الممثلة بيانيا بعناصر النموذج. في المستوى LOD 400 يتم تمثيل العناصر بيانيا خلال النموذج كنظام محدد للتعارض أو التجميع من حيث الكمية والحجم والشكل والموقع والكمية والاتجاه بالتفصيل والتصنيع والتجميع ومعلومات التركيب، ويمكننا إلحاق المعلومات غير الممثلة بيانيا بعناصر النمو. واعتبر المستوى LOD 400 هو مستوى الشوب دروبنج، بينما المستوى LOD 500 هو الخاص بالأسبلت، أي أن بعد أن يتم الانتهاء من المشروع كاملة ويمكن عمله بإن ننزل نقيسه أو إننا نستخدم جهاز اسكانر 3D. كيف تمكنت شركتكم من الانتقال لاعتماد ممارسات تقنية البيم؟ لقد بدأنا بتنفيذ تقنية البيم بشكل تدريجي خطوة بخطوة، فاستخدمناها في مشروع صغير بفريق عمل صغير وليس بكامل عدد العاملين مرة واحدة، بل خطوة بخطوة. هل البداية باستخدام تقنية البيم مكلفة؟ هل تراجعت استثماراتك؟ يجب رؤية تكلفة تنفيذ تقنية البيم في سياق نمو العمل، فليس من المهم اختيار تطبيق هذه التقنية أو لا، بل المهم أن تبقى ضمن نطاق المنافسة. إن تراجع الاستثمارات من أشياء كتراخيص البرامج أو الأدوات الجديدة أو طاقم العمل الجديد أو التدريب على البرامج إلى آخره يجب تداركها بعد أول مشروع. هل تواجه مشاكل من المسؤوليات القانونية المرتبطة بتنفيذ تكنولوجيا البيم؟ حتى الآن لا يوجد، فنحن نتجنب أي مسائل قانونية من خلال العقود الواضحة.